السياحة، قطاع السياحة الحقيقة المصري شهد نمو كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، تمثل فيه زيادة كبيرة جدا في إشغال الفنادق، تنوع الوافدين على سوق السياحة المصري. كمان شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدل 40% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت. ويعني إذا صور قطاع السياحة الوافدة لمصر بنفس المعدل بهذا المعدل، أعداد السياح الوافدين بنهاية العام الجاري متوقع أنها تتخطى حاجز 13 مليون سائح. خلينا نعرف تفاصيل هذا الخبر وأبعاده مع الأستاذ حسام هزاع، خبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في التاسعة. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير، أنا دكتور حسام هزاع مع حضرتك. أهلا يا بالنسبة للزيادة في النسب الوافدين لمصر من الأفواج السياحية في الربع الأول في 2023 أزيد بنسبة عالية عن العام الماضي طبعا، وفي 2022 كان وصل عدد السياح في مصر التوتال حوالي 11 مليون ب 10 مليار و 700 مليون دولار إنكم أو دخل من السياحة، وكان قبليها في عام 2021 حوالي 4.9 مليار دولار. فطبعا في نشاط كبير في مواقع سياحية كثيرة جدا أشارت لمصر كوجهة سياحية أو زي تريب أدفايزر أو مثلا ديزرت نيوز إلى آخره. وفي كمان بعض الدول أشادت بمصر كوجهة سياحية بالنسبة للدول المصدرة للسياح على مستوى العالم، وأخذنا مراكز متقدمة، وبعدين أشاروا برضو إلى القاهرة وإلى منطقة البحر الأحمر والغردقة، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية اللي بتقوم بها الدولة من خلال شركات عالمية، وحضرنا كأصحاب شركات قطاع خاص مع الحكومة، والتنسيق فيما بين الاتحاد والغرف والوزارة والدولة والاستراتيجية اللي وضعها الدولة في حضور المؤتمرات الدولية كان آخرها بورصة برلين، وكنا متواجدين هناك. والحقيقة تم شغل على مستوى عالي سواء من ناحية عرض الجناح المصري واخذ ثاني احسن جناح في افريقيا. طبعا البورصه السياحه العالميه في برلين دي تعتبر اكبر بورصه في العالم، وبتقابل فيها مع كل التور اوبريتور السبلايرز، الفنادق، شركات الطيران، الميديتيرنيان كروزز او المراكب الكروزات الضخمه اللي بتيجي في البحر. ده كله بيحصل تعاقدات طبعا ما بين التور اوبريتورز او الدي ام سي او اللي هو مديرين السياحة على مستوى العالم ممثلين لشركاتهم مع الشركات المصرية هنا والفنادق، وفي طبعا السياحة الإلكترونية بالإضافة إلى السياحة من خلال الحجز أونلاين في بي تو بي، يعني بي تو بي سيستم اللي هو بزنس تو بزنس شركات يعني. وفي طبعا البزنس تو كلاينت يعني بالنسبة للسائح مباشرة مثلا، وكان في طبعا الممثلين مثلا حاجه زي booking.com الى اخره. في كان قبليها برضو معرض كبير جدا زي الفتور في اسبانيا، وكان قبليها برضو في معرض الورد ترافل ماركت في انجلترا، كلها من اكبر المعارض. وفي معرض جاي هيبتدي من 1/5 هيكون الارابيان ترافل ماركت في دبي، هيبقى في تواجد طبعا لمصر بشكل كبير، ودي من الاستراتيجيات اللي وضعتها الدولة التسويق بشكل تقني حديث، وجود طبعا الثري دايمنشنز، التواجد بشكل معين، وجود تمثيل لمصر مثلا على شكل معابد في المعارض الدولية كأجنحة. وكل ده هايل يا دكتور حسام، يعني اعذرني المقاطعة، كل ده هايل، ولكن بجانب الحملات الترويجية لمصر والمعارض، كل دي خطوات هايلة جدا الحقيقة وكنا محتاجينها كمان، لكن أحيانا التجربة كمان بقى الحقيقية والفعلية للسائح في مصر لازم تكون مختلفة وهمة وتقابل وتوازي الحملة الترويجية الكبيرة وهذه المعارض والشكل اللي مصر بتروج لنفسها بيه في الخارج. هنا بقى لما بيجي السائح مصر، إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير عشان نشهد هذا النمو ما شاء الله، ونتمنى طبعا أنه يزيد أكتر كمان؟
طيب، هو اولا حضرتك اتقدم حوافز كتير. الحوافز دي بتبقى بشكل دعم الطيران منخفض التكاليف ونزوله كافه مطارات مصر اللي هي في محافظات السياحيه. تذكره الطيران المنخفض التكاليف او العارض او الشارتر ممكن مثلا ما تبقاش بوجبه. المسافات من اوروبا لغايه هنا بتبقى 4 ساعات ونص، فكل دول اوروبا الغربيه او اوروبا الشرقيه بتبقى متواجده. في السياحه الشاطئيه والسياحه الثقافيه، في تخفيضات اتعملت، في تسهيلات في حصول المواطنين على التاشيره اونلاين في دول كتيره جدا، وكذلك الناس اللي بتصل هنا، كذلك الناس اللي هي عندها تاشيره شنغن واستخدمتها او تاشيره امريكا او تاشيره انجلترا وهم مش من الدول اللي بتحصل على التاشيره بسهوله الا اونلاين بيقدروا ياخدوها في المطارات. الدوله قامت برضو بتوفير حصول التاشيره مثلا لدول المغرب العربي كلها في شرم الشيخ مباشره بمجرد وصولهم. في دول زي الهند وتركيا كذلك ما بقتش في صعوبه في الحصول على التاشيره. طبعا السيرفيس والخدمات اللي بتقدم هنا الموجوده، طبعا الامن والامان، بالاضافه الى الطاقه الاستيعابيه للمطارات مثلا زي ما مطار بيستقبل الناس كلها منتظره الحدث العالمي بالنسبه للمتحف المصري الكبير، لان ده كانوا بيسالوا عليه في كل معرض. وحتى الان الناس اللي بتيجي مصر بالنسبه لنا كشركات احنا بنقول لها ان شاء الله الفتره القادمه في كافه المحافظات، حتى مثلا في منطقه سيناء في سانت كاترين والتجلي الاعظم، في المطارات هناك برضو بيتم توسعتها اللي تبقى الطاقه الاستيعابيه اعلى، التنشيط لكافه انواع السياحات، وبعدين السيرفيس اللي بتقدم هنا. ولذلك الاسعار في مصر وصلت وعليت بشكل معين نتيجه الطلب على الفنادق في مصر. يعني لما احنا نتكلم مثلا على شهر مارس وشهر ابريل الماضي بالنسبه لحتى اجازات شمال سين، احنا كان عندنا الفنادق في القاهره اللي في وسط البلد بالذات والفايف ستارز برغم ان هي غاليه ولكن موجوده فولي بوكت، يعني في شهر 11 و12 كذلك. النايل كروزز هو بس يعني يمكن في 150 نايل كروز ما بين الاقصر واسوان شغالين بالاضافه للذهبيات او كده، هو المفروض من حوالي 290 نايل كروز، ولكن الفولي بوكت برضه والاسعار ارتفعت. يعني ده يعني لان العمله الجيده بتطرد العمله الرديئه، وكل ما زاد الطلب بيزيد طبعا. فده احنا كنا بنتوقع والمنظمات العالميه كانت تتوقع ان مصر يصلها مثلا 11 مليون سائح، بس انا اعتقد بعد الترويج ده والخدمات اللي بتقدم والسيرفيس والاستراتيجيه اللي وضعها الدوله ان احنا ممكن نصل لاكثر من 13.5 مليون سائح، وممكن نصل ل 16 مليون في نهايه 2023 لو استمرينا بنفس الوتيره. وبعدين عايز اقول كمان ان الطاقه الاستيعابيه للفنادق، احنا عندنا 250 الف غرفه فندقيه تتسع لده، وتنويع السوق كمان. يعني احنا عايز اقول احنا ما كناش معتمدين على السوق الروسي والاوكراني، لان السوق الروسي كان فتح في 22 عاد الى مصر مره اخرى ما كانش لحق، هو كان في سوق الاوكراني بس كانت الدوله وضعت استراتيجيه للتنويع على كافه الاسواق، يعني امريكا اللاتينيه وطبعا الصين والهند واسيا واوروبا الغربيه واوروبا الشرقيه وبعض الدول من افريقيا بالاضافه للدول الخليجيه، لان احنا يهمنا طبعا مثلا سوق زي السوق السعودي كان وصل لمليون ونص سائح في السنه في 2019 ورجع ثاني الفتره الماضيه وصل برضه لاكثر من مليون وشويه في 2022 بعد انتهاء كوفيد تقريبا من العالم. ده كله اثر تاثير ايجابي. فاحنا هنا الدوله وضع استراتيجيه وزاره السياحه بتنويع كافه الاسواق اللي بتؤدي الى زياده الكثافه العدديه من السياح، بس كل واحد بقى في اللي بيبقى سياحه شاطئيه، في اللي بيحب سياحه البالون. طيب في نوع ثاني يا دكتور حسام من السياحه برضو يعني مش عارفه هتوافقني رايي ان احنا محتاجين نشتغل عليه كمان اكتر، هي فكره سياحه الفعاليات او الحفلات، انه يكون في مثلا فنان عالمي او باند عالمي موجود هنا في مصر. صحيح بتبقى مده الاقامه بسيطه جدا ولكن برضو بتدر دخل كبير جدا. هل مصر بتشتغل في هذا الاطار؟ هو كان قبل كده بيقام كونسرت مثلا
وحفلات لبعض المغنيين العالميين، وده من الأنشطة المهمة اللي احنا نقدر نرجع لها تاني. وفي نفس الوقت برضو احنا عايزين، كان في الأول زمان رالي الفراعنة وكده، عايزين سباق العربيات برضو يرجع تاني بالظبط. في أنشطة وفعاليات مثلا زي سياحة الأزياء، احنا بنطلق عليها دلوقتي أو أنا بطلق عليها سياحة الأزياء، زي ما جه مثلا توكيلات عالمية عملت احتفالات في حتشبسوت صحيح في الأقصر، ودول من إيطاليا، وهنا كان الفرنساوي ده اللي في منطقة الأهرامات برضو، وجم مليارديرات العالم وممثلين عالميين حضروا الإيفنت دي. كان في سياحة الأفراح، كانت عيلة غنية جدا من الهند جت قعدت 3 أيام في شرم الشيخ، في سباقات الهيجن بتقام في شرم الشيخ والعلمين دلوقتي، يعني في حاجات كتيرة صحيح، حتى الفعاليات الرياضية صحيح. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، بشكرك جزيل الشكر. دايما زي ما احنا بنقول كده احنا طماعين في الخير اكتر طول الوقت، نتمنى طبعا انه حتى مؤشرات النمو ترتفع اكتر فاكتر في قطاع السياحه تحديدا، لانه مصر الحقيقه عندها يعني ميزه تنافسيه عاليه جدا في هذا القطاع تحديدا.